عمران خان خارج سباق الانتخابات الباكستانية، والمنافسة تنحصر بين مرشح حزب الرابطة الإسلامية نواز شريف وبين مرشح حزب الشعب بلوال بوتو وزير الخارجية الأسبق نجلي رئيسة الوزراء السابقة بينادير بوتو. كيف ستحسم الانتخابات المنطلقة يوم الخميس المقبل، وما تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية عليها؟ هذا موضوع الفقرة الرئيسة في العالم شرقا، وهذه القاهرة الإخبارية. باكستان تستعد للانتخابات العامة لعام 2024 وسط تموجات عبر أروقة الجغرافيا السياسية العالمية، لكن دعونا نتعرف أكثر على هذه الانتخابات التي تفتح لجانها الأبواب أمام الناخبين يوم 8 فبراير الجاري. باكستان هي خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان البالغين 230 نسمة، وثلثي السكان تحت سن 30. في هذه الانتخابات يبلغ عدد الناخبين 128 مليونا و585 ألف و760 ناخبا، بواقع أكثر من 90 ألف مركزا للاقتراع في جميع أنحاء باكستان. إذا ذهبنا إلى الخريطة لقراءة توزيع الكتل التصويتية في الانتخابات الباكستانية فنلحظ ما يلي: أن إقليم بلوجستان يأتي في المركز الرابع ويزيد عن 5 ملايين من الناخبين، أما إقليم البنغاب ففي المركز الأول بواقع 73 مليون ناخب في هذه الانتخابات القادمة. أما في المركز الثاني فنجد إقليم السند بأكثر من 26 مليون ناخب. أما إقليم خايبر بختنخوا يأتي في المركز الثالث بأكثر من 21 مليون ناخب. أما العاصمة إسلام أباد فنجد أن هناك عدد أكثر من مليون من الناخبين. ماذا عن الدوائر الانتخابية؟ يبلغ عدد هذه الدوائر الانتخابية 266 دائرة في الانتخابات العامة في باكستان، بواقع 16 دائرة في بلوشستان. أما في إقليم البنغاب فنجد 141 دائرة، ونجد أيضا في دائرة إقليم السند 61 دائرة. 5 دوائر في إقليم خايبر بختنخوا 45 دائرة، وفي إسلام أباد نجد 3 دوائر. يتكون مجلس النواب الباكستاني من 266 مقعدا في البرلمان، ويحظى إقليم البلوجستان ب14 من المقاعد، ويتنافس في هذه البرلمان في هذا البرلمان من الأحزاب البوليشية القومية. أما إقليم البنغاب فله نحو 148 مقعدا. يعتبر القاعدة الشعبية لحزب الرابطة الإسلامية بزعامة نواز شريف، يليها إقليم السند بواقع 61 مقعدا، وهو يعتبر معقل حزب الشعب الذي يترأس بلاو بوتو نجل الرئيس آصف علي. ونتحدث أيضا عن أن إقليم خايبر بختنو فيحظى ب 35 مقعدا، يعد أيضا هو معقل حزب عوامي البشتوني. وأخيرا نتحدث عن إسلام أباد بواقع 3 مقاعد فقط. ما مستقبل الانتخابات العامة في باكستان؟
وكفة أي من الأحزاب ستربح في ظل غياب عمران خان. هذا ما سنعرضه ونتعرض إليه بمزيد من التحليل مع ضيوفنا. وللمزيد من التحليل ينضم إلينا من إسلام أباد السيد عز السيد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الباكستاني، وكذلك السيد محمد زمير أسدي المحلل السياسي والكاتب الصحفي بجريدة إنتر نيوز باكستان. سيد عزاز، يعني بعد حادثة محاولة اغتيال عمران خان عام 2022، كثير من الخبراء رأوا أن باكستان يعني تتعرض إلى منحنى خطير في ظل هذه التشابكات السياسية التي يعني تعيشها باكستان. كيف تقرأ المشهد الانتخابي؟ يوجد عدة أمور عقب محاولة اغتيال السيد عمران خان. كان هناك عدة مشاكل. الأمر يتعلق أولا بما حدث في باكستان، فكان هناك العديد من الصور التي تمثل حتى الآن إن باكستان سوف تحظى بانتخابات عامة في فبراير، 8 فبراير، أي بعد عدة أيام من اليوم. ولكن الوضع هنا يختلف كثيرا، لأن السيد عمران والذي ينضم إليه السيد عمران خان ليس لديه رئيس منتخب، فالوضع هنا يوجد العديد من الأمور القضائية متنوعة، لديها العديد من الأمور. وإذا قارناها بباقي الأحزاب فإن عمران خان لديه قاعدة شعبية طويلة، وهو أيضا له العديد من القضايا. وإذا نظرنا أيضا فيما يتعلق بالإعلام وبغيره من المرشحين، فإن السيد نهواز شريف يقوم بحملات الانتخابية وفقا لأمور مختلفة، وأيضا حزب الشعب الباكستاني ومرشحه هو يلباب بوتو زرداي. هؤلاء هم الثلاث أحزاب الرئيسية هنا في باكستان، ولكن أشهر حزب وأكثرهم شعبية هو حزب حركة إنصاف. هذا هو الحزب، ولكن حتى الآن لم يقم بالترشح بشكل مستقل، فيوجد عدة أوجه وآفاق للوضع هنا. فإن الناس يحتفلون بالانتخابات، ولكن في الواقع لا يوجد الكثير من الاهتمام الحقيقي والمصداقية حولها. نعم، أذهب مرة يعني وأرحب أيضا بضيفي السيد محمد. بعد مرور 4 سنوات من المنفى الاختياري لنواز شريف، هناك تكهنات من قبل الكثير من المحللين للمشهد في باكستان، يرون أن هناك تحضيرات أو إعداد لأن يكون هو الرئيس رئيس الوزراء المقبل. أولا أشكركم جزيلا على هذه الاستضافة في هذه القضية المهمة لتناقش حولها. بالطبع هذه الانتخابات في باكستان حيث التي ننتظرها منذ وقت، ليس فقط في باكستان لكن حول العالم كله، يوجد انتخابات في الاتحاد الأوروبي وفي دول صديقة لباكستان يوجد بها أيضا انتخابات. عديد من تلك الدول يستعدون وينتظرون وينظرون بأعينهم إلى هذه الانتخابات التي تجري في باكستان، بسبب ينظرون إلى نوع الحكومة ومن أي إلى أي توجه ستنتمي هذه الحكومة التي ستنعقد في باكستان. فإن الأمر هنا عملية الانتخابات إلى حد ما معقدة في باكستان. نحن نقوم بعدة خطط. حتى الآن يوجد مرشحين أساسيين،
الأحزاب السياسية الذين يتنافسون مع بعضهم البعض. ونحن كما تم ذكر فإن المرشح السابق والرئيس السابق للسابق لباكستان الذي قد قام بالفوز 3 مرات عاد مرة أخرى من المنفى الاختياري، وكان واضحا فيما يتعلق في باكستان، وكل التهم الفساد التي وجهت إليه وغيرها من التهم كان واضحا بشأنها، وهو في موقف جيد الآن. فحتى هذه الاعتبارات القضائية يتم حلها إنها حول تأسيس هذه الأمور. ونحن كما تعلمون لدينا ونتمتع بموقف جيد في هذه الانتخابات وهذه العملية الانتخابية. لذلك أنا أعتقد أن العملية الانتخابية والحملة السياسية التي ستجري وسيتم سيقودها السيد نواز الرئيس السابق ستقوم بدور حاسم وهام في نصر أي حزب بعينه. فإنه يقوم بدور جيد ورائع، وهذا الدور الرائع هو ملموس لأن الإجراءات السياسية التي يقوم بعملها. فإن السيد عمران خان الرئيس القائد السابق كان في السجن، هو في السجن، وهو كما يمكنكم القول إنه من الصعب أن يخوض هذه الانتخابات، وغيرهم من المرشحين أيضا الذين يتسابقون في هذا الأمر الذين تم ترشيحهم من قبل عمران خان، لأنهم يتحاولون التنافس في الانتخابات كمرشحين مستقلين. لذلك سيكون هناك فرق كبير بالنسبة بسبب غياب حزب حركة إنصاف. وأعتقد أن الرئيس السابق نواز شريف سيكون لديه دور جيد في هذا السباق الانتخابي. نعم، إذن سيد عزاز، كما قال السيد محمد أن هذه الانتخابات هي انتخابات معقدة إلى حد كبير، ونواز شريف الذي تولى هذا المنصب 3 مرات من قبل بشكل يعني غير يعني متتالي، برأيك إذا كان حزب الرابطة الإسلامي هو الذي سيفوز أو يعني سيحصل على أغلبية المقاعد أو المقاعد الكافية، يعني في حالة حصوله على هذه المقاعد، أي من نواز أم شهباز شريف سيتولى الجمعية الوطنية إذن؟ إنه من الواضح للغاية أنه إذا حصل هذا الحزب الرابطة الإسلامية على الأغلبية فإن نواز شريف سيكون المرشح لمنصب رئاسة الوزراء. وإذا حصلنا على الأغلبية في الجمعية فإنهم سيعتمدون كثيرا على ترشيحات الحزب وعلى بعض المرشحين المستقلين. هذا غالبا ما سيحدث، وربما يتم انتخاب شخص آخر مثل شهباز شريف أيضا. نعم سيد محمد، منذ يعني لحظات تحدثت عن أن غياب عمران خان في هذه الانتخابات هو يعني غير محبس في الأوساط الشعبية إلى حد كبير في هذه الانتخابات، برأيك هل غياب عمران خان عن هذه الانتخابات يشكل يعني عامل إيجابي أم سلبي، هو مع أو ضد هذه الانتخابات؟ نعم بالطبع
سأتحدث بصراحة إن غياب عمران خان عن هذه الانتخابات وعن العملية الانتخابية وبالطبع سيعطي ميزة سياسية كبيرة لكل المرشحين الآخرين والأحزاب الأخرى سواء حزب الشعب الباكستاني أو حزب الرابطة الإسلامية أو غيرهم من الأحزاب الأخرى أو الحزب الوطني، لأن كما تعلمون أن غياب عمران خان في مناطق مختلفة في مناطق بعينها في باكستان سيعطي فرصة كبيرة لهؤلاء المنافسين الآخرين المنافسين له في هذا السيناريو الذي يغيب فيه عمران خان عن الساحة وهو في السجن وهو ليس في موقف يسمح له من أن يقوم بهذه الحشود وجمع الحشود نحو مرشحيه سواء فإن كل من نواز شريف ولويل بوتو وهذه الأحزاب السياسية الأخرى إنهم يقومون هم بحشد هذه الأصوات ويقومون بحشد هذه الحشود الكثيرة. يمكنك أن تري هذه التجمعات الموجودة الكثيرة في حركة إنصاف، يمكنك أن تفهمي وتستطيع أن تستوعبي كيف هو الوضع بين الأحزاب الأخرى وكيف يمكنهم أن يستفيدوا من هذا الوضع بغياب عمران خان، لأن العديد من الناس في باكستان إنهم يودون أن يرون عمران خان في هذه العملية الانتخابية، ولكن كما قلنا يوجد تحديات قضائية حول هذا الأسبوع قبل الانتخابات. لقد كان خارج هذه الانتخابات ولم يسمح لحزبه أن يقوم بالتنافس بشكل مباشر في هذه العملية الانتخابية، فإن كل أولئك المرشحين الذين رشحوا من قبل حركة إنصاف هم مرشحين مستقلين في العملية الانتخابية، وهذه هي التحديات الأساسية بالنسبة لعمران خان، لأن الشعب في باكستان الذين يعيشون في القرى والأماكن البعيدة أولئك الناس ليسوا على كم كبير من التعليم ولا يعلمون من وهم المؤيدين الحقيقيين لعمران خان، وفي هذه الانتخابات إنهم سيقومون ويصمدون في يوم الانتخابات، فيوجد العديد من التحديات في يوم الانتخابات سنراها، وهذه التحديات يواجهها حركة إنصاف، فغياب عمران خان يعطي تغير كبير في الساحة السياسية ويعطي ميزة كبيرة للأحزاب الأخرى، إنهم يحاولون أن يقومون بالتلاعب والانتشار واستفادة أقصى استفادة من غياب عمران خان في هذه الانتخابات التاريخية. نعم سيد محمد. يس مستر محمد. نعم. إذا يعني سيد عزاز، بحسب ما قاله السيد محمد إنه بعد الحكم على عمران خان ب14 عاما إلى آخره ولا يحق لحزبه أن يكون مشاركا في هذه الانتخابات، وذكر سيد محمد أن هذه تعد ميزة نسبيا للمرشحين في هذه الانتخابات، ما الذي يمكن أن يقوم به أي من المرشحين ويقدموا لهذه القاعدة الشعبية الكبيرة التي هي في يتمتع بها عمران خان في الداخل الباكستاني حتى يتم استقطاب هذه الشرائح؟ حسنا، إن غياب عمران خان لن يقوم هو بتحديد مصير هذا البلد، إنه خلف القضبان وإن حزبه يواجه مشاكل. العديد من مرشحينه يقومون بالترشح كمرشحين مستقلين ممن رشحهم هم للخوض في هذه الانتخابات، لا يستطيعوا الترشح ضمن حركة إنصاف، إنهم يترشحون بشكل مستقل ولكن بشكل قانوني يمكنهم أيضا الانضمام إلى أي حزب آخر،
فلا يوجد أي فرصة لعمران خان أن يكون مرشح لتلك الأسباب التي ذكرتها من قبل، أنه في السجن الآن، ومن الصعوبة أن يكون رئيس الوزراء، ونحن نعلم أن الحزب المحلي أراده هو أن يكون المرشح أو رئيس الوزراء لعدة أسباب. نعم سيد محمد، يعني نتحدث عن عدد من الأقاليم بهذه الدوائر، برأيك والبنجاب تحديدا إقليم كبير، يعني نتحدث عن 73 مليون من يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات، أي من هذه الأقاليم يمكن أن يكون فارقا حاسما في هذه الانتخابات؟ بالطبع إن بنجاب تعتبر أكبر من الأماكن والمناطق في باكستان، ولطالما كان لعب دورا هاما في الانتخابات في النتائج وفي نصر أي حزب سياسي، وكل تلك المناطق الأخرى، وأيضا لأن بنجاب لديها الأغلبية في المقاعد المخصصة بالائتلاف الوطني، ويوجد أيضا عدد جيد من المقاعد الخاصة بالجمعية الوطنية، ولكنه أقل من تلك الموجودة في بنجاب، وأيضا لديهم دور مهم ليلعبوه في تكوين الحكومة الخاصة بالانتخابات عقب النتيجة، ولكن الأمر كله يعتمد على أي حزب سياسي سيقوم بحصول على أكبر قدر من المقاعد في محافظة أو في إقليم بنجاب، فكما تعلمين فالحصول على هذه الكمية من المقاعد يجعل الحزب في موقف أفضل مما يمكنه أن يقوم بتشكيل الحكومة، لذلك أنا أظن في هذه الانتخابات فإن محافظة بنجاب سوف يكون لها دور هام للغاية في تحديد هذا مصير الحزب الذي سيقوم هو بالفوز في هذه الانتخابات، وأيضا فيما يتعلق بحزب الرابطة الإسلامية، لقد لطالما كانت لديهم قاعدة شعبية قوية في بنجاب على مدار الأعوام السابقة، وأيضا في الأربع أو خمس سنوات السابقة، ولكن الوضع السياسي في محافظة بنجاب قد تغير كثيرا، فحركة إنصاف التي كانت بقيادة عمران خان هي أيضا لها شعبية في بنجاب، ولكن للأسف لأن بنجاب عمران خان هو في السجن لا يمكنه أن يقوم هذا حركة إنصاف الخاصة به بلعب هذا الدور الكبير الذي اعتدنا عليه في بنجام، فأعتقد أن يوجد فرصة لأحزاب أخرى، ووفقا للإعلام المحلي فإن نواز شريف المرشح حزبي الرابطة الإسلامية يلعب بكروته السياسية بشكل جيد ومحترف في إقليم بنجاب، فيمكنه أن يقوم بحصد عدد كبير من المقاعد في هذا الإقليم، ولكن بالطبع إن نتائج هذه الانتخابات لن تسمح لأي حزب أن يقوم بتشكيل الحكومة بسهولة، من المتوقع أن يكون هناك نوعا ما الائتلاف أو حكومة متحدة، وأي من هذه الأحزاب لن يكون هو في الموقف الذي يمكنه من الحصول على الأغلبية الخاصة بالجمعية الوطنية، هذا هو الأمر الذي سيحدد مصير الحكومة، وغيرهم من الأحزاب والموجودة التي لا شعبية في أماكن أخرى مثل محافظة بلوشستان وغيرها من المحافظات، أعتقد أنه سيكون هناك نوع من الحكومة الائتلافية، وإن إقليم بلوشستان سيكون له دور كبير في هذا الأمر أيضا كإقليم بنجاب. نعم أذهب مرة أخرى وأعود للسيد عزاز، يعني
ما يحيط بباكستان من تحولات جيوسياسية، تحديات أيضا على في ملف السياسة الخارجية لباكستان. لدينا ملف باكستان مع إيران، التنافس فيما بين التنافس الروسي الصيني، كيف سيتعامل من سيصل لهذا المقعد مع هذه الملفات، خاصة وأن هناك تحديات كبيرة فيما يتعلق بإيران، وأيضا التنافس بين باكستان والهند، وكما ذكرنا منذ قليل التقارب فيما بين الصين وروسيا. حسنا، هذا تحدي كبير للغاية، لا يوجد شك أن هذا تحدي بالنسبة للرئيس الوزراء القادم. يوجد تحدي أيضا كبير يتعلق بالاقتصاد، فإن الاقتصاد الباكستاني كما تعلمين يمر بأمور عصيبة، فإنها قد مرت بمشاكل كبيرة خاصة في العامين السابقين تحديدا، ولا زالت هذه المشاكل لم تحل. ويوجد مشاكل أيضا لها علاقة بالدول المجاورة مثل دولة أفغانستان بسبب الإرهابيين الإرهاب الذي يأتي من هذه الدولة، وأيضا فيما يتعلق بالهند، فإن الرئيس الوزراء الجديد يجب أن يقوم بالعمل على حل هذه القضايا، وأيضا مع إيران فإن باكستان يجب أن تكون لديها بعض الحلول لما يتعلق بهذه المشاكل. وأعتقد أن رئيس الوزراء القادم سيكون لديه تحديات أساسية ورئيسية، ولكن الأساس في هذه التحديات سيكون حول الاقتصاد، ثم تأتي مشاكل مع البلاد المجاورة. نعم، يعني مرة أخيرة أذهب للسيد محمد، يعني هو أريد أن أستوضح وجهة نظرك سيد محمد فيما يتعلق بهذه الملفات، سياسة باكستان الخارجية أيا كان المرشح من وجهة نظرك سيتعامل مع هذه الملفات الشائكة، التنافس الروسي الصيني، أيضا ملف إيران خاصة بعد الضربات الأخيرة لمناطق وأقاليم مختلفة في باكستان، وأضيف على ذلك التحديات الاقتصادية كما ذكر السيد عزاز منذ قليل، هناك تحديات كبيرة تواجه من سيصعد لهذا المقعد فيما يخص الملف الاقتصادي. نعم، كما تعلمين، أولا إن المشاكل الأخيرة التي كانت بين باكستان وإيران حتى الآن يمكن أن نقول أن كلا البلدين المجاورين المسلمتين لديهم علاقات طيبة، يحاولون التعامل مع الأمر، وإنهم يتواصلون، وإنهم دولتين صديقتين، ودول مثل إيران والصين لدينا معهم مفاوضات مستمرة وسريعة لمحاولة التخفيف من أي مشاكل بين هذه الدول الصديقة. العديد من تلك الدول المجاورة قد قامت ببعض التصرفات ربما تكون تصرفات أحادية، هذه تعد أمثلة بسيطة أو نماذج بسيطة ولكنها تحدث كما تعلمون، ولكن نحن نحاول العمل على عودة العلاقات السياسية وعودة السفراء مرة أخرى. لذلك أعتقد أن كلا البلدين قد تفهما أن علاقاتهم مع بعضهم البعض هي مهمة للغاية، وأيضا التغيرات الإقليمية والدولية الخاصة بالتغيرات السياسية في كلا البلدين تحتاج إلى مزيد من العمل بحكمة وعن قرب فيما يتعلق بالقوى الغربية والأمريكيين، فكما تعلمون إنهم يتعاملون بالشدة ويهاجمون الشرق الأوسط بشكل عنيف، ويواجهون ويقومون بتمويل ودعم، ويمكنك أن تري هذه الجبهات المتعددة الموجودة في الشرق الأوسط، فهي العديد من يعيشون في الشرق الأوسط يواجهون نتائج هذه
نتائج هذه السياسات الأمريكية الخارجية. لذلك يجب أن تتكاتف الدول المسلمة معا لحل هذه الأمور. لذلك أعتقد أن كل من إيران وباكستان سيتعاملون بشكل أقرب حول تلك المشاكل، وأيضا المشاكل الاقتصادية الخاصة بباكستان التي سيتم النقاش حولها بعد الانتخابات. أي حزب سيحصل على هذه المقاعد وسيقوم بالفوز فسيحاول العمل لحل هذه المشاكل الاقتصادية، لأنها مشاكل صعبة ومشاكل كبيرة. فأي حزب سياسي سيقوم بتشكيل الحكومة عقب الانتخابات يجب أن يعمل بحكمة شديدة، ويجب أيضا أن يقوم باتخاذ الخطوات بالنظر والتعاون مع باقي الأحزاب السياسية. فنحن الآن في حاجة شديدة إلى أن يتعاون كل الأحزاب السياسية، فباكستان تحتاج هذا الميثاق من التعاون لأجل الاقتصاد. ميثاق الاقتصاد هو ما تحتاجه باكستان بشدة في هذا الوقت الحالي، ويجب على كل الأحزاب السياسية أن توقع على هذا الميثاق الاقتصادي للتحدث حول كيفية التعامل مع هذه المشاكل الاقتصادية، المشاكل الاقتصادية الداخلية، وكيف يمكننا أن نقوم بزيادة الصادرات الخاصة بنا والتصدير. نعم سيد محمد، وضحت وجهة نظرك. على أي حال بشكركما لوجودكما معنا في العالم شرقا من القاهرة الإخبارية. شكرا جزيلا لضيوفي السيد عزاز، السيد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي والباكستاني، وأيضا السيد محمد زمير أسدي المحلل السياسي والكاتب الصحفي بجريدة إنترنيوز باكستان. شكرا جزيلا لوجودكما معا. وإذا هذه يوم الخميس المقبل تنطلق الانتخابات البرلمانية في باكستان. ماذا عن أبرز الأحزاب المتنافسة في تلك الانتخابات؟ هذا ما سنعرضه من خلال هذه الفقرة. تنطلق الانتخابات البرلمانية الباكستانية في موعدها الخميس المقبل لاختيار أعضاء المجلس الوطني وبرلمانات الأقاليم. وينص الدستور الباكستاني على أن الحزب الذي يملك الأغلبية في البرلمان المنتخب يشكل الحكومة، وتنتخب برلمانة الأقاليم رؤساء الوزراء في حكومات الأقاليم لخمس سنوات. ومن أبرز الأحزاب الذي تخوض هذه الانتخابات هي حزب الرابطة الإسلامية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف، وحزب الشعب بزعامة بلاوال بوتو زرداري نجل رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو والرئيس السابق آصف علي زرداري، إضافة إلى حزب حركة إنصاف بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان. وقبيل الانتخابات خرج رئيس الوزراء السابق عمران خان من سباق الانتخابات بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 14 عاما، بالإضافة إلى صدور حكم قضائي بسحب الرمز الانتخابي التقليدي مضرب الكريكيت من حزبه. وتأتي الانتخابات وسط ظروف سياسية واقتصادية وأمنية صعبة تواجهها باكستان، خاصة مع ازدياد أزمة الديون الخارجية والتي تبلغ 140 مليار دولار وارتفاع معدلات التضخم في البلاد. أشارت وكالة المعلومات الحكومية الأذربيجانية أذتاغ إلى أن وفدا تابعا لمجلس الاتحادي في البرلمان الروسي برئاسة غريغوري كرايسن رئيس لجنة الشؤون الدولية سيطلع بمراقبة الانتخابات الرئاسية في أذربيجان والمقرر إجراؤها في السابع من هذا الشهر. أضافت أيضا أنه في الفترة من 5 ل 8 من فبراير سيشارك أعضاء من مجلس الشيوخ في مراقبة هذه الانتخابات التي وصفتها بالاستثنائية في جمهورية أذربيجان. سيتوجه البرلمانيون عبر بعثة المراقبة لرابطة الدول المستقلة ومنظمة شانغهاي للتعاون والجمعية البرلمانية الدولية لرابطة الدول المستقلة. I'm gonna go to the
لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من باكو فاكيفا فودولايف المحلل السياسي والباحث الاستراتيجي، ومن باكو أيضا السيد روفشان محمد لي الباحث السياسي ومحلل السياسة الخارجية والشؤون الدولية بجامعة سان دييغو وزميل أبحاث غير مقيم في المعهد الجورجي للسياسة. أهلا بكما في العالم شرقا، ودعوني أبدأ مع السيد فاكيفا. يعني قرار بانتخابات مبكرة من قبل الرئيس الأذربيجاني الذي أعلن عنها في ديسمبر العام الماضي، برأيك لماذا قرر إلهام علييف هذا القرار، وما علاقته بانتصار كارابخ؟ أوكي. حسناً، من وجهة نظر أذربيجان يوجد عدة أسباب لماذا هذه الانتخابات المبكرة سوف تحدث. أحد هذه الأسباب بالطبيعي هو انتصار كارابخ وعودة سيادة الإقليم. إن الانتصار الذي قد حدث في كارابخ يعد بالنسبة للكثير هو بسبب الاستراتيجية الفعالة للرئيس عليف. في من هذا المنظور فإن انتصار كارابخ يأتي في وقت حيث يوجد عدة عناصر في المنطقة تعيد تشكيل نفسها، وفي هذا الترتيب الجديد فإن أذربيجان قد تبنت نهج ناجح ليس فقط في كارابخ المتنازع عليه هذا الإقليم، ولكن أيضا في عدة مناطق أخرى. إن إقليم كارابخ قد قام بصنع موقف جديد في المنطقة من عدة وجهات النظر. المنطقة حيث أن الانتخابات لم تحدث فيها على مدار 30 عاما السابقة التي قد حررت من هذا الاحتلال، وإن هذه الانتخابات سوف تحدث. هذا مطلب قانونية. إن أذربيجان قد قامت بتحقيق انتصار في كارابخ، ولكن لازالت المفاوضات الخاصة بالسلام مع الأرمنية مستمرة. بعض الأحيان يكون هناك بعض المتطلبات الغير عادلة بسبب هذه الحوارات والمناقشات الدبلوماسية المستمرة، فإن تلك السياسات الفعالة من قبل الرئيس إلهام عليف ليس في فقط خارج البلاد ولكن أيضا في الداخل. هذه الإنجازات قد قوبلت بالمدح والدعم من دول صديقة، ومن ناحية أخرى يوجد تلك الهجمات التي تعبر عن حقد من دول أخرى. فإن هذه الانتخابات الجديدة سوف تعيد الثقة العامة في بشأن الهجمات التي تعرض لها الرئيس إلهام عليف. وأيضا الرئيس إلهام عليف يرى أنه في نوفمبر 2023 أي أن العام 2020 سيكون قد قضى في فترته الانتخابية، وأيضا أن الأمن الإقليمي في هذا البلد سيعد مرة أخرى. هذا يعد مهم للغاية من أجل عقد انتخابات رئاسية جديدة ولبدء حقبة جديدة في تاريخ أذربيجان. نعم، أذهب للسيد روفشان. ما مدى يعني اتفاقك أو اختلافك في وجهة النظر القائلة حينما قال زعيم المعارضة سيد علي كريمالي، قال إنه يعني تعليقا على قرار الانتخابات المبكرة بأنه هي ضمانة لعلييف لبقائه في السلطة لفترة ولاية جديدة،
ولماذا ربط هذا بنتائج الأزمة الأوكرانية فيما يتعلق ب يعني الفوز الروسي أم الأوكراني؟ لماذا هذا الرابط فيما يتعلق بالانتخابات المبكرة؟ إن نقطتي ووجهة النظر صحيحة بشكل ما، فإن نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية بالطبع سيكون لها تأثير، بالرغم من أن الأهداف الاستراتيجية الخاصة بروسيا في أوكرانيا وفيما يتعلق أيضا بإقليم الكوكاز لازالت لم تتغير، فإن هدف موسكو في ردع هذا النفوذ الغربي لازال واضحا من أجل أن تقوم بقيادة العديد من الهياكل الأخرى والمنظمات الأخرى، وأن يأتي هذا بثمار جيدة من أجل أن يكون هناك بعض القرارات النهائية والحلول النهائية للنزاع الأوكراني، وأن يكون هذا الأمر أصبح واضحا، وهذا ما يتم التنبؤ بحوله بحلول 2025. بالنسبة لعلييف فإنه لازال يحاول أن يقوم بتحقيق هذا التوازن بين كل من روسيا والغرب، هو حريص على هذا الأمر، وبالإضافة أيضا إلى كل هذا يوجد قوات حفظ السلام الموجودة الروسية الموجودة في كاراباخ، والتي من المتوقع أن تنتهي أو تعود في 2025، وأيضا مع روسيا فإنها تعبر عن نية أنه لا نية لهذا الانسحاب أن يحدث، وأنها تسعى إلى مزيد من القوات أن تبقى في كاراباخ. وبالنظر إلى هذه الظروف الحالية فتلك الانتخابات التي ستجرى كل هذا سيؤثر عليها، بالطبع سيؤثر الحرب الأوكرانية والروسية على هذا الأمر، لأن الأمر يتعلق بقرارات مصرية وحاسمة. نعم، أعود مرة أخرى للسيد فاغييف، يعني في حال فوز إلهام علييف في هذه الانتخابات القادمة، ما مستقبل قضية كاراباخ؟ وماذا عن المشروع الأوراسي تحت ولايته؟ أولا دعونا نكون واضحين أنه حوالي 1 مليون شخص من أذربيجان قد عادوا إلى بلادهم بسبب ما حدث، فهؤلاء اللاجئين الذين قد غادروا كاراباخ من المتوقع أن يستطيعوا العودة إلى بلادهم عقب عودة كاراباخ، فإن أذربيجان قد دخلت إلى مرحلة جديدة في تنميتها فيما يتعلق بهذه الإصلاحات السياسية الكبيرة والسلام والنجاح الكبير، وهو يعد مثالا لعديد من الدول. خلال الفترة السابقة في حرب كاراباخ الثانية العديد من الأمور قد حدثت فيما يخص هذه الأقاليم المحتلة، حيث العديد من الأراضي قد استغلت، ويوجد العديد من الإصلاحات قد حدثت أيضا فيما يتعلق بالاقتصاد والتعليم والنقل والمواصلات وكل تلك الأمور. نعم، وصلت الفكرة، وعذرا لضيق الوقت، على أي حال بشكركما، شكرا جزيلا السيد فاغييف فودولايف المحلل السياسي والباحث والاستراتيجي من باكو، ومن باكو أيضا السيد رفشان محمدلي الباحث السياسي ومحلل السياسة الخارجية والشؤون الدولية جامعة سان دييغو وزميل أبحاث غير مقيم في المعهد الجورجي للسياسة، شكرا لكما. والشكر موصول لحضراتكم مشاهدين الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من العالم شرقا. الأسبوع المقبل وقبل ساعة من الآن يتجدد هذا اللقاء. هذه تحياتي منى شكر، وهذه القاهرة الإخبارية.